من هي المرأة التي تخطط لجذب انتباه الرجل ولكسب قلبه والفوز بيه؟ وهل المرأة دي مادية ولا رومانسية ولا عايزة تتجوز؟ السؤال لكم انتوا الاثنين. انا هقول لك الاول، انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، وسعيده بكل الضيوف المحترمين. عن خبره بقى، انا كاهله عمري ما خططت لحد، بس انا شفت على ايدي ستات. خمس مرات؟ لا ولا واحده. هم خليها بس خططوا لي خمسه، خمس جوازات وما خططتيش. ما انا حكيت لك لوليتا والكلبه، ويعني لا خلينا نغير عن طريق يعني قصص عن نقط الضعف اللي عندي. انا كانش عندي نقط ضعف في حياتي الا كلبتي. انت حضرتي واحده، انت بتقولي حضرتي صاحبتك، كذا صاحبه. خدت بالي ان الست اللي بتعتمد على جمالها دي عمرها ما هتخطط لحد، بتعتمد على شكلها وجمالها على اسم عيلتها، ما بتخططش. انا من هم بيجوا لوحدهم، بيجوا لوحدهم. الست اللي حاسه ان هي، طبعا كل الستات جميله، مفيش ست وحشه، بس حاسه ان هي جمالها قليل او حاسه ان هي مش جذابه، دي بتشغل العقل اكتر. ست مخططه وخطتها بتنجح، بتنشن على واحد فعلا وبتخطط له، هو يعني ضحيه مش عارف حاجه، وبتقنعه ان هي ازاي نانسي بقى عجرم بتقنعه؟ وبيصدقها ان هي فعلا نانسي عجرم. بتقنعه ازاي؟ وممكن تكون هي عجرم من غير نانسي اصلا. لا بتقنعه ازاي؟ بغض النظر عن مين شكله. انا عندي ايه؟ كيس كتير ممكن بقولها. انا عايزه اساليبهم، يعني بتفهم ده نقط ضعفه ايه، وسنين بتصبر سنين، ويصاحب ويتجوز ويطلق، وبتتجوزه بتتجوزه ما بتطلقش. يعني هي بيبقى عندها استراتيجيه الصمود والصبر، وهي ما عندهاش ثقه كامله في نفسها، بس عندها ثقه كامله في ذكائها وفي طرقها، وهو بيقتنع ان دي فعلا جميله وقمر، وهي دي خلاص ما فيش زيها. تمام، دي المراه اللي يعني ده الجزء الاولاني من السؤال. مش معتمدة. لا هو انا شايفه ان يمكن وانا بدردش معاكي يا سهير، الست بطبيعتها الراجل بيقوله دايما صياد، لكن في الواقع لا، مش الراجل هو اللي صياد، الست هي اللي بتجيب الراجل. الست هي اللي بتجيب الراجل، بمعنى حتى منذ بدايه بدء الخليقه، يعني دايما يقولوا الغوايه بتيجي من الانثى، احنا اللي بنفتح الباب. بالظبط، يعني او بنرده. يعني الراجل انا بعتبره هو رد الباب. انا بعتبر الراجل غلبان، بعتبره هو رد فعل مش فعل. يعني انت عاجبك حد، فانت بتحاولي تفتحي معاه مجال، مش نقاط ضعف قد ما هي بيبقى الامور بس المشتركه بينكم. بس ده قوه وثقه. لو هي الست عملت كده عندها قوه وثقه في نفسها. هي قوه وثقه، مش عدم جاذبيه. بالعكس، هي لو جذابه وواثقه في نفسها قوي هتجيبه، هتعرف انها توصل له. ما هي جذابه وواثقه في نفسها، مش محتاجه يعني تحط. انا عن نفسي لو في حد انا شايفه ان هو فيه يعني شخصيه بالنسبه لي لفت نظرك، لفت انتباهي، مش مجرد لفت انتباه عادي، يعني وهو انسان يستحق ان انا اعرفه، طب ليه لا؟ يعني وبعرفه بطرق ملهاش علاقه بان انا يتقال عليا الاخلاق وال عبير. هتعمليها ازاي؟ بدور على الحاجه المشتركه بيني وبينه، يعني في حاجات، يعني انا يعني اعتقد ان انا على قدر من الجمال، وعندي عقل وعندي ذكاء برضو اجتماعي، فبدور على الحاجه اللي الماتشنج بينا وبين بعض، يعني ايه الحاجه اللي ممكن تخليني انا وهو نبقى على طول في حوار مستمر، هوايات مشتركه، مساحات اتفاق مشتركه. انت عارفه انا بعتبر نفسي احيانا لو حد يعني بعزه جدا او عايزه اعرفه قوي، او بعتبر نفسي حقيقه المبكى بالنسبه له، يعني اللي هو السر، اللي الشخص اللي ممكن يستكين عندك.